ما نتبناه في هذا الشهر واللي أتمنى أن احنا نتبناه كل السنين. أم الكل، الفكرة اللي يمكن طلعت جوه فريق إعداد أو عقول وتفكير وقريحة وضمير فريق إعداد برنامج التاسعة، مش فكرتي خالص بالمناسبة. أم الكل، اللقب اللي بتستحقه كل ست جدعة ومكافحة وشقيانة، الست اللي مش فارق معاها العمر والزمن، الست اللي حياتها هي ولادها وبلدها، الست اللي بتعلي المبادئ والقيمة فوق كل شيء، اللي بنقول عليها 100 راجل لكن هي ولا 1000 راجل بالمناسبة، ولا أجدع 1000 شنب. أو الله العظيم، الستات في مصر مفيش بعد كده، ولا أجمل من كده، ولا أجدع من كده، ولا أطيب من كده، ولا أشطر من كده، ولا أزكى من كده، ولا أشرف من كده، ولا أعز من كده. تعرق وتشقى بضمير وبشرف عشان تربي العيال. شهر مارس الذي نسميه شهر المرأة، منسوش عيد الأم يوم 21، كل سنة طيبة يا ماما. مهم، احنا هنقعد نلف وندور مع حضراتكم ببرنامج التاسعة في البيوت وفي الشوارع وفي النجوع وفي القرى وفي العزب في كل مكان، وانتوا ساعدونا. برنامج التاسعة هتلاقوا اسم الصفحة بتاعتنا موجودة قدامكم على الشاشة، فانتوا قولوا لنا مثلا أم الكل هتلاقوها في المكان الفلاني، هتلاقينا بنجري كده، نجري على رأي مراتي تقول لك اجري، فنجري كده وهنروح وهنصور وهنقعد ونتكلم معاها. ابعتوا لنا قصص أم الكل من كل حتة في مصر إذا سمحتوا لنا. نموذج رائع لأم الكل مين بقى؟ الست الجدعة الحاجة هدى، بمئة راجل، بألف أو 10,000، بتبيع مستلزمات شوي وتجهيز مطاعم شعبية وبترزق. حاجة هدى عندها 66 سنة، لما تشوف حبها للشغل والشقة والجدعنة تقول يا سلام، الست دي ولا حتى عندها 20 سنة. مجدع، شوف التقرير ونكمل الكلام. شغال مع الحاجة فوق ال 12-13 سنة. بص، غلاوتها من غلاوة أمي، مش معاملاني اللي أنا صنايعي، أنا صاحب المكان ولا الدنيا كلها عندها، فغلاوتها من غلاوة أمي. سواق هنا في الموقف بقالي اكتر من 25 سنه. حاجه هدى ست طيبه، محدش يقصدها بحاجه وتقول له لا. انا اسمي نوره بنتي الحاجه هدى، منا ربنا يخلالنا يا رب ما يحرمناش منها. كل الناس بتحبها هنا طبعا عشان ست طيبه ومحدش بيقصدها بحاجه وتقول لا ابدا. انا اسمي الحاجه هدى، عندي 66 سنه، انا بشتغل كل أدوات المحلات، شوايات الفراخ والشاورمات وحجرة الطعمية وشوايات السمك وجئة الكباب وبترين الكبدة. وتعلمت الشغل أنا من والدي ووالدتي وأخويا وأبويا وجدي وخالي وعمي، كلنا في الشغل، كلهم في الشغلة صناعية، أنا اللي معلماهم وأنا اللي مربياهم وولادي. أنا منطقتي تحت الربع وبحب المنطقة دي، مش غريبة وجاية، أنا أساساً مولودة هنا، فكو طبعاً لازم يحبوني، ما فيش اللي تعامل حلو معاهم كلهم. أنا بنزل الشغل يعني أنا بقوم حوالي الساعة 8:30 الصبح، بقوم أشطف وأصلي صلاة الضحى وأصلي الدور وبنزل، ممكن أروح 10، ممكن أروح 9، على تبع الظروف المحل هنا، في زباين أديني بقعد، ما فيش زباين بمشي، عندي 6 غدارين في داخلي، فهم مقصرين معايا، تعبانة بس يعني دي حاجة بقت في دمي، ما أقدرش إلا أنا أسيب الشغلة وما أقدرش إلا أنا أقعد، وربنا كنا شر القعاد قبل كل شيء، ربنا يجعلنا شغالين كده طول عمرنا. السوق علمني حب الناس والتعامل الحلوة والكلمة الحلوة، والناس كلها عارفاني الحمد لله. لمرة يعني كلمت حد كلمة وحشة ولا ده ولا ده، لا الحمد لله. الزباين يعني أول حاجة بيشكروني وبيحبوني، وبعد ما بيشتروا بيقوموا يبصوني من راسي. ليه؟ من التعامل الحلوة.
كان معايا ثلاث بنات عاوزين مصاريف ومدارس وده وده وده، فاضطريت ان انا انزل. لو اني والدي كان عايش ومش مخلينا محتاجين حاجه، بس يعني برضو انا معايا بنات وعاوزين تعليم وعاوزين ده وعاوزين ده، فاضطريت انزل. ربنا ما اذنش بالصبيان، هم ثلاث بنات بس جوازاتهم يعتبروا ولادي. طبعا صبره طول عمري الحمد لله، ولو مش صبره انا ما كنتش اشتغلت خالص، لكن اشتغلت والحمد لله وربنا واقف جنبي. انا اكتشفت ان انا مريض، والله انا كنت فاكر ان انا مريض بالاكل، يعني اشوف الاكل قلبي هفهف. طلع ان انا حتى لما بشوف ادوات الاكل قلبي بيهفف. انا شفت قدره الفول كنت هقع من طولي، الشوايه لقيت قلبي بيدق، انتوا مش متخيلين. بس بقى لفت للنظر بالنسبه لي الابتسامه وقوه الشخصيه اللي باينه في الصوت. يعني انا بشتغل الشغلانه دي اب عن جد، وانا بعلم الصنايعيه وبنشتغل. بالمناسبه انا عايز قدره فول من عند الحاجه هدى، ففكروني نبقى نروح. هي قالت من تحت الرابع مش كده. النوع ده من الستات بيبقوا اقوياء قوه وعليهم شخصيه، يعني ممكن تجري شارع قدامها ببصه. الناس دي تبقى كلامها قليل، انا بكلمك بجد كلامها قليل جدا، ولما تتكلم يا تتكلم في الجون يا ما بتتكلمش. بص الابتسامة والله العظيم ونظرة عين معبرة وواقفة مش ممكن، فتوة بقوة اسم الله عليها، اسم الله عليك يا حاجة هدى، حاجة عظمة، حاجة تفرح. بص هو نموذج من النماذج بتاع الأمهات المصريات، ودي حاجة انت عارف انا اكتر حاجة نفسي اعملها السنة دي، اكتر حاجة بخصوص الأمهات المصريات. أنا عمري ما استضفت أمي كأم، يعني طبعًا أنا بتعامل مع ماما طول الوقت إنها ماما، بس أنا نفسي أستضيفها كأم، يعني تقعد تحكي على تجربتها في تربيتنا أنا ومريم أختي، لأنها كانت تجربة صعبة جدًا جدًا إلى أبعد الحدود. في تجارب كتير صعبة طبعا، وفي تجارب كتير بتبقى شديدة جدا ومؤلمة جدا، بس انت عارف المصطلح الرائج اللي بيتم تداوله كده بقاله كذا سنة، يقولك strong independent woman، سيدة قوية مستقلة، دي ماما. نفسي يا اخي استضيفها، اه والله امل حياتي. المهم فهو ينفع استضيفها؟ ده بجد والله ده سؤال، يعني انا مش صاحب القرار ده يعني، بس لازم يبقى قرار كده ايه نتساءل فيه كلنا. المهم الحاجه هدى تستحق مننا كل التحيه زي ما الامهات، انا امي اسمها تحيه، لانه كل الستات يستحقوا، الستات اللي من النوع ده يستحقوا مننا تعظيم سلام بصراحه.